اليوم اليوم نهار 3/8 في شهر 11 في 2022. عندي اليوم رونديفو مع الطبيب ديال القلب. سي راه دابا سيمانه باش حنا واخدين الموعد. وصلت عاد تسجلت، ما قدرتش نسجل من الاول. المهم خليكم معايا على ما نطلع عندكم. سبحان الله الجو كي داير. البارح كانت عندنا الشتا، البارح تبارك الله البارح الاثنين كانت الشتا. صافي حنا وصلنا للطبيب على حساب عندنا رونديفو. ناري راه عامر الطبيب. صافي حنا السلام عليكم. أي بلد حرش؟ الأحرش. هلا خرجت لبرا، تقنطت لداخل، تيخدم غير بسميتو من 12 للخميس والجمعة كاع ما تيخدم. شوف ما شاء الله الدكاترة بجوج مخواتات أسماء ولبنى. ما شاء الله صباح الخير. والله الحمد لله. الله يسلمك. والله بخير الحمد لله. الحمد لله. شو صار معنا؟ والله قلبي بيوجعني من فترة طويلة. احنا بصراحة تأخرنا على الموعد اللي كان. هلا أرد إني أرجع، بس أوجع كثير عندي في القلب. كثير كثير، والسكري مو ظابط، مو مزبوط. مخزون السكر قد ايه؟ لقيته عطيه، سويته من الشهر اللي فات، لقيته نازل كثير. مخزون؟ خزة لقيته نازل. هذا إذا صح معناتها منين؟ ها؟ والله؟ إذا صح معناتها كثير منين؟ والله؟ إيه. بالعكس هذا كل ما نزل هذا أحسن. مخزون. لحد قديش حكينا؟ هذا هيك خلص كسكس. ايه. اللي هو أربعة من قديش. ايه. بس ما بعرف إذا التحليل صح. ايه. بس المهم مو طالع. ايه. هي من زمان كان 7.2. صحيح. نزل 6.9. صحيح. ايه. بس هلا وجع صدرك ايمتى عم يجيك؟ مو صدر القلب بيجيني. ايمتى عم يجيك اثناء الجهد الحركة؟ ما بتحرك انا كثير. يعني بيجيني مرات تسرع في الدقات هيك فجأة، مرة بخفقان. وبس أكثر شيء بيجيني مثل الغيبوبة، بتكثر عندي كثير دوخة بوقع. وسكر مو ظابط، مرة 200 و بس هون على وجه التحليل صح 64 كل نهار. اليوم 74 طلع، اليوم نازل عندي الحمد لله. ماشي. شيء معك على الإطلاق؟ ما بعرف، أول ما صرت الشيء
في شيء تخطيط لحدي؟ تسرع والله تسرع. هذا حبه، وهذا حبجي،
الزكر العالي قديش عم يطلع؟ اليوم كان عندي نازل، كان عندي 74 بتخفف منه بس سكري مو لحاله مثلا بعض الايام من ايسو بيطلع 280 290 مرت 300 قسنا بالليل كان شيء 170 فروحنا عند دكتور حسيت بدوخه قصه طلع 310 يعني بيختلف لحاله والله بتجي مثل مرات كانوا شي سكاكين تضرب فيه شي زيت نار زيت نار محطوطة فيها الشحوم الدم قديش عم تطلع عندي؟ ما انسى ما انسى هل سوي غير سبع سكر تاخذي بس من هاد تنتهي. انت وحده عم تاخذي. اي وحده. يلا من هاد عم واقفه توقفوا هذا وتخبيه عندكم. هلا هدول ادويه السكر يعني وقت بتلاقي السكر عم يهبط بتوقف هاد. هلا هاد منظم وهاد منظم هدول قد ما مشيتي عليهم معلش بتقعدي تخففي من هاد وقت تلاقي سكرك واطي. وهذا طبعا المفاصل ما بصير تستعمله. بس ما الاوجاع ما عم تروح لي من رجلي. بتاخذي السيتاكودين السيتامول اما هدول ما بيشتغلوا. يعني بتنفع العتيلة للأعصاب؟ العتيلة للأعصاب. بيقابلين واحدة عم تاخذي؟ إيه واحدة. خليها هذا بحاول إني ما بشربوش بالسينمول. يعني هذا علاج بدك تاخذي واحدة حد أدنى. بس بخفت يصير علي إدمان فيه. لا بدك تاخذي شو بدك تسوي التهاب الأعصاب؟ والله في مرة لما بضل بشربه بحس إني بدي أزيد أشرب منه. يعني ما في الاول اهم شيء هلا هذا اذا ما بدك تاخذيه ما بتاخذيه بنوب ما بصير تاخذيه متقطع والله ايوه لانه حتى الصيدلي هو اللي كان نصحني فيها قال لي خذي اليانسون وحب رشاد احسن منه اذا خفوا على اليانسون والرشاد هي ما اذا ما خفوا ما في دامي غير هذا حبه قبل النوم هي هذول توقفوا وتخبيهم يعني بخليهم عندي تاخذ سيتاكودين او بنادول او شيء شغله مسكنات عاديه وزود هذا التنتين هم يطلعوا بحل لان احنا هذا الوجع تبع الصدر والقلب بدنا ناخذ الدواء ونشوف اذا تحسنتي تحسن ما تحسنتي بس بدي اقصر لما نشوف انه الشرايين تبعت القلب عم يتأذوا من السكر ولا تمام يلا يعني قصر عملية مش قصر تصميم ايه وهلا هلا اول زودي هلا هاد وإيمي هدن كده شوف شلون نعم وضيط عليها بس تساوي التحاليل جيبي لي عمي شوف بعد أي تنجيبهم تحاليل بص الأسبوع الجاي الأسبوع الجاي ناخذ موعد ما بدنا تخوطك رأسا مشان بس يكون أخذت من هاد الدولة شفنا شيء بابا هذا اللي زودته ايوه انه فرقت عليه ولا لا هبا هدك باخذ حبة على الريق خلّه في المساء قبل الأكل واحدة على الريق الصبح وواحدة على المساء هي تقسيم هي تحاليل تحاليل هاي التحليل تكتب لي صدق هذا التحليل ستة بدقيقة إيه؟ ما بحفظه لا هذا قد اشتغلوه عند الضرورة لو هذا لو أخذته وقفته وردت فيه أخذته ما بيأسر أما هداك لا يعني يا بدأ تأخذه يا أما لا هداك اللي هو البيو قبلي المخدر المخدر معروف مو مخدر ولا التهاب العصاب لا التاني لا التاني التاني أكتب لك إنه هداك علبي ولا ما عم يعطوك إياها ما يعطوك إياها الصيادلي إيه بيعطوا الراشيدة هات لك أكتب لك عليها وياخذوا الراشيدة وممكن تجيبي 50 تاخدي
يعني مشان ما تزودي المقدار. هي 50. ممنون يا حكيم. على عيني وراسي. اهلين وسهلين. اشهد. بدي تخبري الدخان؟ ما عم دخن. ما عم دخن؟ ما عم دخن. ولا عم تقعد باجواء دخان؟ يعني نادرة. شكرا حكيم. اهلا وسهلا. شاكر فضلك. على عيني وراسي. تسلم ايدك حكيم. السلام عليكم. مع السلامة. هبطنا، هبط هاد الدروج هذا، ما قدرتش وجلسنا في الكرسي باش ندوز للفرماسيان. خرج لي ناخد التحاليل، هاد التحاليل قالك فقر الدم. كتب لي حتم اش لهاد الدواء وقينا. المهم خرج لي هيا جينا عندو اليوم 22، جينا في شهر 11، فيه 8 اليوم 3. حتى ندير ديال الغده الدرقيه التحاليل مو كله وديال فقر الدم، ما عرفتش شحال من تحليله والكوليسترول. وعندي تسرعات القلب عاليه بزاف. هاي ندير 2022، جينا عنده اليوم 3 نهار 8. هما تيكتبوا شو هادي تشرين تاني. تشرين الثاني هي شهر 11. هنا هما تكتبوا تشرين الثاني تشرين الاول. اللي بغى نمشيو للفرماسيان ناخذ الدواء، ومن بعد عاد نسولو على الثمن ديال التحاليل، ودار معنا السيمانه الجايه نجيب له التحاليل. راه الفرماسيان غنمشيو لهاد الفرماسيان. شوفوا تبارك الله الحميمات في الارض تنزلوا. غندخلوا دابا للفرماسيان. سميتها صيدليه المزه، حنا بالمزه مو الدكتور كان في المزة. السلام عليكم. ثاني لا عندي ثاني هذاك اللي خد لي هذاك الفيتامين. ما عنديش في السماء الفوقاني. الاثنين ما عندك اياهم؟ جينا للفرماسيان الاخرى نشوف واش عندنا الدواء. جوج ما كاينينش، كاين ازمة عندنا هاد الادوية. جينا لهادي الصيدلية اخرى ما كاين. الساعة والشهر. جينا عاوتاني لهاد الصيدلية، الدواء عندنا مقطوع، مقطوع في الادوية كاملين في الصيدليات. اثنين موجودينش، ثلاثة الفرماسيانات ما فيهمش. جينا عاوتاني واحد الفرماسيان نشوفو ناري عينا. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك ان شاء الله؟ لا ما اثنيناتو. كيف ليش وصفوا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما دوار يعني؟ بتلاقي ما بالله هو بس قليل بيناتهم، لان الدكتور هنيك بالمزه هو كمان الملئ ما لقيت عنده. ما لقيت عنده. لا اله الا الله. يعني الملئ المفروض يلتقى عنده ما لقيت. هل يمكن بهذيك المركزيه مو؟ اي والله في احتمال المركزيه. فين بديل. ها؟ بديل. بديل. شو اسمك فوقاني؟ ايه هذا. بديل. طيب شكرا. جينا لواحد الفرماسيان اخرى هاي ثاني. الحمد لله. ما في الاثنين. ما فيش. خوتي عينا ندور في الفرماسيانات، حتى ودنات علينا كاع المغرب. شوفوا الظلام بدا. انا غنختم الفيديو، ما لقيناش الدوايات، عييت ندور في الصيدليات عينا ندور فيهم. حتى ان شاء الله نجي صافي غدا يمشي يدور عاوتاني. عينا بزاف. شكرا لكم. ما تنساوش بارطاجيو لي الفيديو، دعموني بلايك واشتراك. فضلا وليس امرا. ونشكركم خوتي، شكرا شكرا لكم بزاف. والله العظيم الا عييت بالدور على الفرماسيان الدواء مقطوع.
شكرا، ما تنساوش تدعموني بلايك وشيرك وبارتاج. فضلا ولي سامران، ودعيوا معايا خوتي الله يسهل عليكم، واللي مريض فيكم الله يشافيه ويعافيه يا سيدي ربي، اللهم شافينا وعافينا وشافي جميع مرضى المسلمين، كفى اجمعين، دمتم سالمين. الى اللقاء ان شاء الله، فيديو جديد باذن الله تعالى. وشكرا، شكرا لكم اللي بقى معايا حتى لهنايا، شكرا ليكم، الله يحميكم الوالدين. والله الا طاح علينا الظلام خوتي، والله عييت، عييت ما نتمشى.